أهلا بكم في حلقة جديدة من حديث آخر. هنا في هذه القرية، قرية شفا عامر في جليل شمال إسرائيل، سنلتقي اليوم شخص عاش السياسة منذ نعومة أظافره في الحزب الشيوعي في إسرائيل، ومن ثم إلى حزب جبهة للديمقراطية والسلام، ووصولا إلى رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية. ناضل وقاوم السياسات الإسرائيلية إزاء المواطن العربي وإزاء السلطة الفلسطينية، ولم يتوجس لمرة أن يتحدث عن مبادئه علنا أمام اليمين الإسرائيلي. خطوات اتخذها، هناك من عارضه وهناك من أيده، لكنه لم يتخلى ولو لمرة واحدة عن مبادئه. محمد بركي ضيفنا اليوم في حديث آخر، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، نلتقيه اليوم للحديث معه بحديث آخر. في عام 1955 ولد محمد بركي في مدينة شفا عامر شمال إسرائيل لعائلة مهجرة من قرية صفوري. بعدها بأربعة عشر عاما وبجيل الرابع عشر انضم بركي إلى صفوف الشبيبة الشيوعية في مدينة شفا عامر، وكان له دور سياسي في العمل الطلابي في المدرسة، لينتقل بعدها لنشاط طلابي جامعي. بعد ذلك بسبع سنوات حل يوم الأرض الأول الذي كان يعتبر محطة مركزية في حياة بركي السياسية، أصبح حينها مطلوبا للسلطات الإسرائيلية وتم اعتقاله. وفي بداية الثمانينيات كان من المبادرين لإقامة اللجنة الشعبية لمناهضة الحرب على لبنان، والتي ضمت قوى يهودية. وفي عام 1999 دخل الكنيست عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ونافس على رئاسة الكنيست. بعد ذلك بأربع سنوات أصبح نائب رئيس الكنيست الإسرائيلية. وفي عام 2009 قدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام ضده بالاعتداء على شرطي، لتتم بعد ذلك تبرئته. وبعد ذلك بست سنوات قرر الاعتزال من الحياة البرلمانية ليعطي جيل الشباب فرصة للترشح. بعد ذلك بعام واحد انتخب ليكون رئيس لجنة المتابعة لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل، والذي ما زال يشغله حتى يومنا هذا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، والآن نبدأ اللقاء مع السيد محمد بركي رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية. مرحبا بك سيد محمد. ولدت في عام 1955 في مدينة شفا عامر لعائلة مهجرة من صفوريا، كيف في البداية أثر البيت عليك؟ البيت كان فيه مزيج من أمرين، والأمر الأول هو الاعتزاز والثقة بالنفس، والأمر الثاني هو ضيق ذات الحال والخروج من فضاء الحياة لعائلة كاملة، من أرضها، من بيتها، من ذكرياتها. فهذا المزيج كان يعني بمثابة مواد رافقتني في ذلك الوقت وما زالت ترافقني حتى اليوم. انضممت بجيل الرابع عشر في عام 1969 لصفوف الشبيبة الشيوعية، لماذا اخترت الحزب الشيوعي؟ يعني قلت لك لأنه هو الذي تحدث بناء على المركبين أو الدائرتين الأساسيتين في هويتي، هوية دائرة الاعتزاز والثقة بالنفس والعمل السياسي والعمل الاجتماعي. طبعا نحن نتحدث عن فتى في عمر 14، هذه الكلمات كبيرة عليها بحقيقة، وأيضا على قضية الموقف من الظلم ومن من النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، الملاحقة التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية ضد هويتنا وضد انتمائنا وضد لغتنا. فبطبيعة الحال كان طريقي واضحا في اتجاه الشبيبة الشيوعية. في عام 1976 كان يوم الأرض الأول، وهو محطة بارزة في حياتك السياسية، وحينها حاول بعض أو غالبية رؤساء المجالس المحلية بمنع هذا الاعتصام، وقمتم باعتصام كبير شاركت في ذلك وتم اعتقالك. حدثني عن هذا اليوم. يوم الأرض هو ليس يوم، وليس 30 آذار 1976، إنما هو مدرسة بالنسبة لي، وهي نقطة فارقة بالنسبة للشعب كامل. يعني حتى ذلك الحين كان الحزب الشيوعي وحلفائه من بعض من الوطنيين اللي كان مثل أبناء البلد، وقبل ذلك حركة الأرض، لكن أساس الحزب الشيوعي وحلفائه كانوا في مقدمة النضال ضد مصادرة الأراضي وضد التغريب والتغييب والتمييز والعنصرية وما إلى ذلك.
فالغالبية يعني كثير من الناس كانوا يعيشون في حالة يعني الخوف أو الاعتكاف أو عدم دخول المواجهة مع هذه السياسة. يوم الأرض وإعلان الإضراب العام في 30 آذار 76 كان بمثابة صرخة شعب بكل مركباته وبكل مكوناته. وحقيقة أن لجنة الدفاع عن الأراضي التي أقامها بالأساس الحزب الشيوعي والتي هي التي أعلنت عن الإضراب العام كانت فعلا تعبر عن نقطة تحول ونضوج معين في داخل المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل. فيعني هذا اليوم بعد إعلان الإضراب حاول بعض غالبية رؤساء السلطات المحلية العربية اللي كانوا تحت لواء أحزاب السلطة والحزب العمل في عينه حاولوا اتخاذ قرار بإلغاء الإضراب واجتمعوا في مدينة شفاعمر في 25/3 قبل يوم الإضراب بخمسة أيام في محاولة لخلق مسرحية وكانها ديمقراطية أن الأغلبية ضد الإضراب. ولكن الشعب كان قد قرر الإضراب، الشعب يعني الجماهير الواسعة أحاطت بمبنى بلدية شفاعمر وكنت من بينهم، كنت في نفس في ذلك الوقت طالبا في الجامعة، تركنا الجامعة وجئنا إلى شفاعمر من أجل أن ندافع عن قرار الإضراب. وفعلا الشارع هو الذي حسم الإضراب. عندما هتفت الجموع العربية قبل عدة سنوات الشعب قرر، نحن هتفنا ذلك في عام 76 الشعب قرر الإضراب، والإضراب كان شاملا وطبعا لوحقت وما إلى ذلك. لكن أستطيع أن أقول أن ذلك اليوم وما رافقه ما كان قبله وما كان بعده هو بمثابة مدرسة من المدارس التي صقلت هويتي إلى جانب البيت إلى جانب الحزب والجبهة. في عام 1982 كنت من المبادرين لإقامة اللجنة الشعبية لمناهضة الحرب على لبنان. إلى أي مدى برأيك تؤثر مثل أو يؤثر مثل هذا الحراك أو النشاط على قرارات الحكومة الإسرائيلية وخصوصا في الحروب؟ لا، أثر ويؤثر حقيقة. يعني عندما اندلعت الحرب في 5 حزيران 1982 كان يوم سبت وكنا قد حضرنا لمظاهرة على قضية 5 حزيران 67 فشنوا حرب في ذلك اليوم وكنا نعد للمظاهرة، فجاءت أخبار الحرب وتحولت المظاهرة ضد احتلال 67 إلى أيضا ضد حرب لبنان. بعد ذلك بثلاثة أيام كان هنالك مؤتمر صحفي لشارون الذي كان وزيرا للأمن في حينه في بيت سوكولوف في تل أبيب، وهنالك وقفنا مجموعة عشرات قليلة يعني حقيقة واعتدي علينا بشكل بشع من قبل القوات الخاصة. بعد ذلك بأيام بادرت مع مجموعة من أصدقائي وشركائي في العمل السياسي من اليهود والعرب بالأساس يهود ومن منظمات مختلفة بإقامة اللجنة ضد الحرب في لبنان. ووقتها كنت أنا في يعني في قيادة العمل الطلابي في رئاسة اتحاد الطلاب الجامعيين العرب وأيضا من مقيمي من الذين أسسوا تنظيم كامبوس العربي اليهودي اليساري. فنحن بدأنا مجموعة صغيرة لكن انضم إليها كل معارضي الحرب. وصلت نشاط هذه اللجنة إلى ذروتها طبعا في شهر 9 في يوم مجزرة صبرا وشتيلة عندما خرج مئات الألوف إلى تل أبيب. لا شك أن حركة الاحتجاج ضد الحرب في لبنان أولا يعني كانت لأول مرة بمثابة صرخة في وقت الحرب ضد الحرب. إجمالا كان العرف السائد في إسرائيل أنه الهدوء الآن يطلق النيران. لا، نحن رفضنا فكرة الهدوء في فترة إطلاق النيران، يجب أن تقف في وجه الجريمة ووجه الاحتلال وفي وجه العدوان الذي كان على لبنان. وأعتقد أنه في نهاية الأمر يعني بيغن خرج من الساحة السياسية بسبب هذه الحرب، وأيضا يعني حركة الاحتجاج تركت آثارها على 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 مستقبل الحرب التي وصلت في نهاية الأمر إلى انسحاب كامل في عهد باراك من لبنان. بعدها دخلت عالم السياسة وفي عام 1999 دخلت الكنيست ونافست على رئاسة الكنيست أمام أفرهام بورغ. لماذا أردت هذه التجربة؟ لا كان هذا مش يعني مش منافسة من أجل أن أصبح رئيسا للكنيست، إنما من أجل أن نقول نحن هنا.
بمعنى أنه لا يجوز أن يجري تجاهل تمثيل الجماهير العربية في هذه البلاد وكأنها خارج الشرعية وكأنها لا يحق لها أن تكون في مواقع أولى. واضح أن هذا كان منافسة رمزية، يعني أنا كنت أعرف ما توازن القوى بيني وبين بورك، على فكرة بورك صديقي حتى اليوم ونحن يعني نتشارك في الكثير من الآراء وفي الكثير من النشاطات، لكن كنت أعرف تماما، يعني أنا أخذت 10 أصوات وأخذ 110 من 120، لكن كان هذا أولا نحن لن نكون ضمن الإجماع القومي الصهيوني، هذا واحد، واثنين والأمر الثاني نحن هنا لنا كيان، لنا شخصية، لنا هوية، لنا ملامح. في عام 2009 قرر المستشار القضائي تقديم لائحة اتهام ضدك بتهمة الاعتداء على شرطي إسرائيلي، أنت وصفت هذه الخطوة بسياسية، هل كنائب في الكنيسة وكمناضل من أجل قضية وطنية أن تهاجم شرطة وبذلك يتم الهجوم عليك بعد ذلك من اليمين وحتى من أعضاء الكنيسة؟ شوف يا سيدي، الهمجية هي من صفات الاحتلال وجنوده ومن صفات المؤسسة الإسرائيلية التي تضرب وتقمع مظاهرات، هذا أولا. ثانيا نبدأ من الآخر، المحكمة في نهاية الأمر أسقطت كل التهم عنه، يعني المحكمة الإسرائيلية أسقطت كل التهم عنه، واضح أنه هذه كانت محكمة سياسية بالمحصلة. لكن ما حصل في 2009 لم يكن المحكمة الأولى أو المواجهة الأولى مع ما يسمى جهاز القضاء أو جهاز النيابة العامة في إسرائيل أو الشرطة. أنا حتى بعد أن انتخبت وقبل أن أبدأ عملي كعضو كنيست تعرضت لاعتداء في مظاهرة لمزارعين في مدخل طمرة، ووقتها قدموا ضدي لائحة اتهام وحاولوا أن يقدموا ضدي لائحة اتهام وأجروا تحقيق معي. في الآخر حضرت لهم التقرير الذي نشر في التلفزيون الإسرائيلي في القناة الأولى، كان بس القناة الأولى وقتها، في القناة الأولى مبات كان اسمها، وشهد يعني شاهدوا في اليابان، أسقط في يدهم أنه نحن المعتدى علينا، لا يمكن أن ينسب إلينا هذا. بعد ذلك واجهت تحقيقات، يمكن 8 تحقيقات و محاولات لتقديم لائحة اتهام على 8 مرات، وصلت إلى ذروتها في 2009 عندما قدموا ضد لائحة اتهام مؤلفة من 4 بنود، أحدها أنه مهاجمة شرطي، أحدها من عش عارف إيش، واحد من اليمين تشكى علي أنه دفعته في مظاهرة، على فكرة حاولت عدى على أوري أفنيري المناضل الراحل الذي رحل مش من زمان، حاولت عدى، فأنا يعني منعته من أن يعتدي على رجل مسن كان عمره فوق 80 سنة، وقضايا أخرى يعني المظاهرة في الناصرة وما إلى ذلك. في نهاية الأمر المحكمة قررت إسقاط كل هذه التهم كليا، ولذلك الآن نحن يعني نستطيع أن نقول بناء على قرار المحكمة الإسرائيلية أن هذه كانت محكمة سياسية، كانت محاولة لتجريم عمل السياسي. أنا لا أنكر أنني في كل نضالاتي لا أجلس وراء المكاتب ووراء الزجاج، أنا أقف في الصفوف الأمامية في كل معركة وفي كل نضال. واسمح لي أن أعتز أنه ربما أكثر سياسي شارك في أعمال شعبية ونضالية ومظاهرات هو محمد بركي بكل تواضع. يعني أنا مش من اللي بتخبوا، يعني ببعت أولاد الناس يناضلوا بقول لهم لا، أنا بكون قدامهم، أولادي قبلهم كمان، أولادي اعتقلوا على خلفيات سياسية. هكذا نحن، يعني نحن ما نلفظه ما يخرج من أفواهنا هو ما نمارسه على أرض الواقع، مش نحن يعني واعظين حول القضية الوطنية والنضال الوطني وبعد ذلك نجلس في بيوتنا معففين، لا مش هيك احنا. في عام 2015 تركت الحياة السياسية وأصبحت رئيس لجنة المتابعة أعتقد. في عام 2015 تركت الحياة البرلمانية وأصبحت رئيس لجنة المتابعة لشؤون الجماهير العربية، لماذا وهل السبب الحقيقي هو إعطاء فرصة لجيل الشباب؟ حقيقة أن كل الذين انتخبوا باستثناء دوف حنين كانوا وجوه جديدة، هذا أمر مهم، وهذا ترافق أيضا مع إقامة القائمة المشتركة التي اعتز بدوري في تأسيسها وفي الدفع في اتجاه إقامتها، وخاصة مع الشركاء الآخرين ولكن بالأخص أكثر في داخل الجبهة وفي صفوفها، وإقناع مجلس الجبهة بتبني هذا التوجه.
فطبعا يعني من يتعامل مع السياسة كمهنة يقول أنه أنا أنهيت وتقاعدت وما إلى ذلك. أنا لا أتعامل مع السياسة كمهنة، العمل السياسي والعمل الوطني كمهنة، أنا أتعامل معها كرسالة. يعني لو لم أكن أحمل أي لقب أو أي منصب، سواء عضو كنيسة ولا رئيس متابعة ولا أيا كان، أنا لن أجلس في البيت. أنا يعني في كل مرة يناديني واجبي الضميري سأكون موجود في الساحة وفي الميدان. في نهاية في شهر أول 2015 فعلا تركت العمل البرلماني، وكان مفروض أن ينتخب رئيس لجنة المتابعة. اقترح علي بعض الإخوة أن أرشح نفسي لهذا المنصب، وانتخبت هناك بالأغلبية في شهر 10 2015. ومن ذلك الوقت أنا أحاول أن أقوم بدور تجميعي ووحدوي، يعني خلافا لدوري السابق كنت في قيادة التيار المركزي السياسي في المجتمع العربي اللي هو الجبهة. بعد ذلك أنا أخذت مهمة اللي علي أن أجمع كل مكونات الطيف السياسي في المجتمع العربي، من رؤساء ومن نواب ومن أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، من أجل الخروج بمشروع وحدوي كفاحي نضالي علمي. وأعتقد أنه خطونا خطوات هائلة قياسا للإمكانيات المتاحة في أيدينا في السنوات الثلاث الأخيرة. والآن أعزائي المشاهدين سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده لمتابعة اللقاء مع السيد محمد بركي. ابقوا معنا.